عرفت قبل دخول الإسلام ودخلها عمرو بن العاص وبنى المسجد العمري فيها، وعلى اسم سيدة أقامت استراحة على ضفاف البحر، عرفت بطيبتها وحب أهل القرية ليها، سميت القرية على اسمها غزال، قريتي هي ميت غزال. قرية متغزال بتعتبر قرية من القرى القديمة في متغزال اللي انشئت قبل الإسلام، ولذلك لما جه عمرو بن العاص افتتح القرية دهيت، فأنشأ في كل قرية من القرى جامع اسمه الجامع العمري، فقريتنا فيها الجامع العمري، والجامع العمري ما زال موجود إلى وقتنا هذا، لأن ده من افتتاح عمرو بن العاص. وحاليا فوق المسجد العمري معهد ابتدائي لتحفيظ القرآن الكريم، وما زال الجامع العمري قائما حتى وقتنا هذا. ده بالنسبة للقرية. أما بالنسبة لاسم قرية ميت غزال، فالقرية مسمية كان الاسم بتاعها منية غزال، كانت القرية اسمها قرية منية غزال. ودي كانت جاية منين؟ احنا كانت قرية ميت غزال دي حاليا كان في حاجة اسمه داير البلد، وداير البلد عندنا وحدة بيطرية، عندنا شؤون اجتماعية، عندنا مركز شباب، عند المدارس اللي موجودة في القرية عندنا مدرسة ابتدائي، مدرسة إعدادي، مدرسة ثانوي، عندنا المعاهد الأزهرية، عندنا معهد أزهري ابتدائي، عندنا معهد أزهري إعدادي للشيخ مصطفى إسماعيل، عندنا برضو معهد أزهري ثانوي في قرية متغزال. القرية طبعا نسبة الأمية فيها حاولنا نتغلب عليها وبدأنا نقضى عليها، نسبة التعليم في قرية متغزال نسبة جيدة جدا، بتوصل لحوالي 90% 95%. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القرية تعتبر قرية القرآن الكريم، لأن معظم أهالي القرية يحفظون القرآن الكريم. هذه القرية بها العديد من الكتاتيب، وبها معهد ابتدائي لحفظ القرآن الكريم. وهذه القرية لها سمات دينية خاصة. القرية بتاعتنا دي تعتبر قرية قديمة، لأن القرية دي بها مسجد عمري، والمسجد العمري اللي في أي قرية من القرى بيدل على أن هذه القرية بتعتبر كانت قبل الفتح الإسلامي. ولما جاء الفتح الإسلامي وافتتح عمرو بن العاص كان بيقيم بها مسجد عمري. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ميد غزال قرية العلماء، غنية بعلمائها في مختلف المجالات، أساتذة جامعات وأئمة وخطباء. القرية دي بها العديد من العلماء، فهي من قديم الزمان قرية تعتبر قرية العلماء، سواء كان علم ديني أو سواء كان علوم مختلفة. العلوم الدينية احنا عندنا من هذه القرية كان عندنا عمداء كليات قدامة، منهم الدكتور يوسف أبو العلا الجرشة، كان عميدا لكلية اللغة العربية بالزقازيق. الدكتور عبد العزيز فاخر كان عميدا لكلية الدراسات الإسلامية. عندنا الدكتور أمين فاخر كان عميد لكلية اللغة العربية بالقاهرة. عندنا برضك دكاترة مختلفين بالنسبة لجميع الكليات. كان أول وزير بحث علمي كان بيعتبر الدكتور أحمد رياض تركي، وده كان من قرية متغزال، وتم تكريمه برضك بوصف من الرئيس عبد الناصر. الحمد لله القرية غنية بعلمائها، غنية بالسمات بتاعتها والصفات بتاعتها، لأنها تعتبر قرية من القرى القديمة الأصيلة اللي هي بتلتقي فيها رابطة الأصهار قوية مع بعضها. بل عجبوا في 17 من يونيو من عام 1905 أضيئت ميت غزال بمولد ذو الحنجرة الذهبية الصوت النادر. نشأ في حفظ كتاب الله، ألحقه والده وهو في السادسة من عمره بكتاب القرية حتى تعلم القراءة والكتابة وحفظ ربع القرآن الكريم. الشيخ مصطفى إسماعيل النشأة بتاعته كان مثل أي طفل من الأطفال، بدأ بحفظ القرآن الكريم، وده بيبقى عندنا يعني إيه؟ عندنا في القرية أول الطفل ما بيتعلم فبيروح الكتاب، كتاب القرية. وبعدين هو راح عند كتاب الشيخ عبد الرحمن أبو العينين، وكان يعني الإنسان لما بيكون بيتربى على القرآن الكريم فبيبقى يدندن كده، وبيبدأ الصوت بتاعه ويبدأ إيه؟ يظهر. فكان الصوت بتاعه كان واضح ان هو في وسط زملائه من اجل
بلوغه العاشرة أقبل على تلاوة كتاب الله وصارت له شهرة في قريته ميت غزال. وعندما بلغ 16 من عمره أتم تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشرة. عمدة القرية سابقا اسمه الشيخ عبد الخالق الفيه كان زميله في الكتاب، يقول كان الصوت بتاعه في الحقة ملحقة وهو طالب في بيحفظ القرآن الكريم، بيقول كان بيقول الحقة أقوى ما بيقولها في الإذاعة حاليا. هو نشأ في حفظ القرآن الكريم لدرجة إن هو لما كان بيتغيب عن الكتاب كان الشيخ بتاعه كان بيروح يسأل عنه جده ويسأل عنه ويسأل عنه، وكان مهتم به جدا، حتى إن هو كان بيقول له تعالى أنت سمع الملوك، وكان مهتم به اهتمام زائد الحد لأن صوته كان بيعتبر صوت نادر بالنسبة للقرآن الكريم. الشيخ مصطفى اسماعيل فهو صاحب الأسلوب المميز والبديع، مدرسة فريدة من نوعها في مجال تلاوة القرآن، واحد من أهل القرآن وحملته، ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ألا وهو الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله. الشيخ مصطفى إسماعيل أول قارئ للقرآن الكريم في جمهورية مصر العربية، فبالنسبة فهو خادم للقرآن الكريم، والقرآن الكريم لم يجعل له أي شيء إلا الفضل الأكبر في القرآن الكريم، وهو الذي أخذ المنزلة العظمى بسبب القرآن الكريم وبسبب صوته الرائع، صوته نبوءة الشيخ محمد رفعت الذي فاستجاب الشيخ مصطفى اسماعيل لنصيحته، فازداد إتقانه وتجويده وإلمامه بفنون القراءة، ولم ينجمه حتى وصل لكافة المسلمين. ارتفع صوته عبر الإذاعة المصرية يطرق كل الأسماع. دعاه الملك فاروق لإحياء ليالي رمضان بالقصر الملكي، أعطى له الرئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق، وحصل على الكثير من الأوسمة والنياشين من مصر وخارجها. دخل الإذاعة إزاي؟ لما جه راح القاهرة وقدم قدم في حاجة كده زي نقابة القراء، وبعدين كانت الإذاعة كان في واحد حيفله هناك فغاب الشيخ ده، فقدمهم الشيخ مصطفى إسماعيل يكلوا، فالصوت بتاعه لف في العالم كله عن طريق الإذاعة، فوصل للملك ووصل إلى ما وصل إليه بالنسبة لسماع.
شاء الشيخ مصطفى إسماعيل طوال حياته يدعو الله ألا يحرمه من تلاوة القرآن حتى يلقاه، فكان آخر شيء فعله قبل وفاته هو تلاوة القرآن الكريم بمدينة دمياط. خالي الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله كانت في السنة الأخيرة في حياته كنا نجلس سويا في الدوار الذي كان بداخل الفيلا وهو في هذا المكان، فكان يتحدث معنا ونتحدث معه في السهرات الرمضانية في آخر سنة خالص في حياته، وقد رأى رؤية وقالها لنا في المسجد في الدوار عفوا، وقال أنا رأيت رؤية إن أنا مت واندفنت في هذا المكان وأرى الناس وهم رايحين وجايين. مرت الأيام وجاء قبل وفاته بثلاثة أيام كان مع الرئيس أنور السادات عليه رحمة الله، وكان بيفتتح مسجد فأرى معاه تمام، وكانت قراءة جيدة جدا وما شاء الله أبهر الجمهور بصوته الجميل. وبعدها مباشرة كان من المفترض أن يذهب إلى القاهرة، فقال للسائق بتاعه الخاص به قال له اطلع بيه على الفيلا في اسكندرية، فطلع في اسكندرية هناك، فهناك بعد صلاة الجمعة تعب، جات له صدمة دماغية هناك، وبعدها حول إلى المستشفى. فيوم الجمعة 22 من ديسمبر من عام 1978 كان يومه الأخير في التلاوة. فلما تعب في المستشفى جه خالي الحاج عبد العزيز اللي هو أخوه الصغير، قال كان موصي إن هو يندفن في هذا المكان، فخد بعضه وراح ميت أبو الكوم في عند الرئيس لأنها كانت ذكرى الميلاد، راحوا له هناك وتقدم له بطلب، فكان الرئيس عليه رحمة الله مشكورا قالوا له أخو الشيخ مصطفى إسماعيل بره، فقال لهم خلوه يتفضل أنا عارف إنه تعبان. ووفته المنية يوم الاثنين 25 من ديسمبر من عام 1978 عن عمر ناهز 73 عاما. وأوصى شيخنا رحمه الله بدفنه بمنزله بقرية ميت غزال. كان جاله الخبر للرئيس إن هو توفى، وخالي الحاج عبد العزيز اللي هو أخو خالي الشيخ مصطفى الصغير لسه ما كانش يضرب، ما كانش فيه تليفونات محمول، فلما دخل على الرئيس قال له بقى في حياتك يا شيخ عبد العزيز؟ قال له هو مات؟ قال له آه بقاء لله. قال له طيب كان له وصية إنه يندفن في هذا المكان، فصرح له الرئيس عليه رحمة الله بالدفن في هذا المكان، وكان الرجل الوحيد اللي يدفن في مكانه أو في منزله هذا الشيخ مصطفى إسماعيل، كان بقرار من رئيس الجمهورية. وأنا أعتقد أن لم يدفن أي أحد في مكانه أو في بيته إلا الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله، وأعتقد من أيام الفراعنة لم يدفن أحد في بيته إلا الشيخ مصطفى إسماعيل بقرار من الرئيس أنور السادات عليه رحمة الله. فكان في استقباله وفي الحال المحافظ قال أنا ما أقدرش ندفن في هذا المكان، فلما جاء الرئيس وقال له يا شيخ عبد العزيز روح والبقاء لله ويدفن في هذا المكان، ولما تروح هتلاقي كل شيء تمام. الرئيس عليه رحمة الله اتصل بالمحافظ والمحافظ اتصل بنا في الحال، قال جهزوا المكان اللي فيه اللي هيدفن فيه، وفي الحال بالليل أقيم هذا الضريح، وفي اليوم الثالث يوم 26/12 توفي عليه رحمة الله وجاء في هذا المكان ودفن في هذا المكان.
الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيم إلا كانت له صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرية ميدغزال يعتز أهلها بأراضيها الخضر العطية، فهي جذورهم والكنز الذي ينمو ويزيد، ويعتز بها الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان دائما يقول: الفدان سبع بارك. كان خالي الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله كان متعلق بالزراعة جدا، وكان بيحب الزراعة، وكان يحب الأراضي الزراعية، وكان له مقولة دائما كان بيقولها، يقول: يا ابني الفدان سبع بارك. فعلشان كده حافظ على أرضه وحافظنا على أرضنا كلها اللي خدناها من أبهاتنا، وعلاقته بالزراعة كانت قوية جدا. ولما كان يجي هنا القرية كان بيلف يشوف الأراضي بتاعته منبهرا مبسوط بالأرض بتاعته. وكان حتى وأنا كنت لسه أفتكر، وأنا كنت في الثانوي في المرحلة الثانوية، كنت قاعد جنب الجنينة بتاعتنا في الأراضي الزراعية هناك، أبويا قال لي روح عند الجنينة أقعد هناك. فالتقيته جاي إمتى؟ الساعة 6 الصبح، كان بيصلي الفجر ويطلع يتمشى. التقيته جاي وجاي جنبي هناك في الأراضي الزراعية بعيد، التقيته طالع كده بالعصاية بتاعته وباللبس الجميل بتاعه، فجأة كده التقيته في الزراعة عندنا هناك في المزرعة. فأهلا، ازيك يا خال، انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لي: انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له: انا قاعد هنا جنب الايه الارض بتاعتنا، لان ارضه جنب ارضنا بالظبط. وانا واحد منهم كان بيشجعنا. قرية ميدغزال إحدى قرى مركز الصمت ومحافظة غربية، مساحتها 1700 فدان. بها جمعية زراعية ومركز إرشادي. الجمعية الزراعية بتقوم بتقديم جميع الخدمات للسادة الزراع الحائزين بالجمعية والحائزين من النواحي أخرى داخل الجمعية. الخدمات الزراعية عبارة عن توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وبالتحديد الأسمدة المقررات السمادية بتصرف كل محصول بنسبة 100%، حتى تعليمات الوردة من معالي الوزير بالمحاصيل المحملة على زراعات أخرى بتصرف 50% بجانب 100% للمحصول الأساسي. مركز الإرشاد الزراعي في قرية ميدغزال بيخدم 6 قرى نطاق والوحدة المحلية في شبرا راس. لما تيجي نتكلم على مهام المركز الإرشادي، هو بنقول إنه حلقة وصل بين مراكز البحوث الزراعية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، بيجيب لنا كل ما هو جديد بالنسبة للمحاصيل الحقلية أو الخضر أو الفاكهة أو الانتاج الحيواني، وإحنا علينا بدورنا المركز الإرشادي بنوصل المعلومات الجديدة من خلالنا عن طريق عقد ندوات إرشادية بالمركز الإرشادي، أو عن طريق حلقات مشاهدة، أو برنامج سر الأرض عندنا تلفزيون وفيديو، بنوصل المعلومات الجديدة احنا بدورنا كمركز إرشاد من المراكز البحوث الزراعية بنوصلها للمزارع. قرية ميدغزال من احدى قرى مراكز الصمتة. المساحة الكلية فيها 1750 فدان، المنزرع 1700 فدان، بتتمثل في المحاصيل الصيفية التركيب الصيفي زي الذرة 1150 فدان، في علف صيفي 100 فدان، فيه سمسم فدان وثلاثة، في خضار 85 فدان، وفي تعديات على الأرض الزراعية بمساحة 31 فدان و17، تم إزالة 145 حالة منهم بمساحة 10 فدادين. وبالنسبة للمحاصيل المنتشرة في زراعتها في البلد، في المحاصيل الصيفية زي الذرة، المحاصيل الشتوية زي القمح. بالنسبة لكمات السلاج اللي معمولة دي بيستخدموها كعلف للمواشي، بنجيب الذرة وبندرسه بعد عمر التشريب، الكيزان ما بتكمل صف بنقطع الذرة وندرسه ونجيبه نحطه في المكان، ونجيب لودر يدوس عليه ونغطيه بمشمع وفوق منه أتربة، ده بيستخدم كعلف للمواشي. أنا من قرية ميدغزال مركز صمتة محافظة الغربية.
أنا كنت صف ضابط بالقوات المسلحة وبالمعاش، ما زلت حالا بالمعاش، وحالا بقى فلاح، بقى بفلح في أرضي، بزرع ذرة وبزرع قمح وبرسيم وكل الآلات الزراعية بزرعها، الحاجات الزراعية إن أنا بزرعها وبربي مواشي وكل حاجة. فبربي مواشي، بجيب مواشي صغيرة من هي دية العجول وأربيها، أجيب لها ردة وكزبة وحط لها درة صفرة وبدشها معها وأعلف العجل لما يبقى كبير قدام حضرتك كده، وبأوديه الوحدة البيطرية وأي حاجة وأقيس له حرارته وكل حاجة، وعاوز حاجة بجيبها للدكتور بيديها لي يعني. ست بسيطة كلها حنية وطيبة، تشيل من قوتها عشان تربي ولادها، همها الأول والأخير راحتهم وسعادتهم. اهتمت قريتها ميدة غزال بيها، ووفرت ليها مشاريع علشان تكسب قوتها بإيديها، وقدمت لها برامج وندوات ترشدها وتوعيها. نصحى نخش لمؤاخذة للبهايم، نجرد ونأكل ونسقي، ونطلع للطيور برضه نحط أكل ومية وننظف تحته، ونروح الغيط نجيب دري، واي اكل هناك بنجيبه من الغيط للبهاي، ونيجي بقى نغسل مواعين، نغسل هدوم، نروق شقتنا، ونيجي نب. عندي 3 صبيان وعندي بنت واحده متجوزه، كل واحد قاعد في شقته، وانا قاعده انا وجوزي وفضل عيل صغير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاج ام خالد؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه بتربي طيور ولا ايه؟ اه. تربي ايه بقى ان شاء الله؟ بط وفراخ وارانب وحمام. طيب بتربي كله مع بعض ولا كل حاجه لوحدها؟ كل حاجه لوحدها. طب ما شاء الله. طب لو حاجه يعني لقيتي حاجه كده كشه شويه او تعبانه تعملي لها ايه؟ لا عايزينها لوحدي. طب كويس. ولو مات يعني ماتت ارميها في الزباله؟ لا ده غلط بقى. ما هو الصح بقى انك انت تعملي لها حفره في الارض في مكان يعني بعيد عن مكان المواشي او كده، حته في الارض كده بتحفريها. وبعدين تحطي النافق ده في قلب كيس، وبعدين تعملي محلول مخفف من الكلور، كوبايه كلور على 3 كوبايات ميه او كوبايه فينيك على 3 كوبايات ميه، وترشي عليها وتربطيها في الكيس وتحطيها في الحفره دي وترديمي عليها. شكرا ست ام خالد. الله يسلمك. متشكرين يا ستي، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك ان شاء الله. الله يخليك. قرية ميد غزال على العادات والتقاليد اهلها محافظين، وبالاصول دايما متمسكين ودايما مترابطين، وفي كل المناسبات متشاركين، طاعة كبير العيلة واجبة ليهم لانه رمز الحكمة ليهم. عادات وتقاليد اهل القرية. هذه القرية بتعتبر قرية من القرى القديمة، بينها وبين بعضها أنساب وأصهار من قديم الزمان، ولذلك عائلات القرية منها عائلات قديمة وعائلات ثابتة، فبتلتقي فيها عملية الأصهار قديمة، فبتلتقي دي خال ده ودي ابن عم ده ودي جوز عم ده ودي نسيب ده، فبتلتقي القرية متشابكة مع بعضها زي شبكة، ولذلك القرية بتاعتنا بتلتقي حنينة بالنسبة للأخلاق بتاعتها والأدب بتاعها. عندما بيحصل أي مشكلة من المشاكل ما بتصعدش هذه المشكلة لا إلى المركز ولا إلى أي نقطة. إحنا عندنا هنا بيبقى لجان الصلح، عندنا بيبقوا بيكونوا من أهالي البلد وبيبقوا قاعدين قاعدة عرفية جميلة وبيبينوا الحق فين، وبيكون فيه التنازل والتسامح، وده سمات أهل قرية ميت غزال، التسامح، الصفح، العلم، الرحمة بيننا وبين بعضنا، الأخلاق الكريمة اللي بيننا وبين بعضنا. خلصت حدوتة قريتنا، لكن رحلتنا لسه ما خلصتش، هنلف وندور وحكاية ورحلة جديدة، وتخلص حكاية مش دي النهاية، قريتنا هي أصل الحكاية، وهذه قريتي.